بسم الله الرحمن الرحيم. أعرفك على اسمي، أنا اسمي عز السيد سعيد، ليا 5 سنين أدخل في طرف ده للسيسي وعاملين مش شرط بيحفظ ضربات، كل ما أدخل طرف بيحفظوه ومش عارفين ناخد حق ولا باطل، كل ما أدخل طرف بيحفظوه. برجع المواصلات أكتر أكتر وبنزل من أكتر أكتر ميدو أكتر من ميدو أكتر بدري عقبال ما أروح، ورحت أسأل التعدية كذا مرة يجيبوا من ياخد ميدو من بره يسألوها. أنا بطالب بحق تعرفنا من السيسي من الدولة من حق الناس، ظلمت 30 سنة في الرئيس النخلول حسني مبارك، بطلب بحق تعرفنا مبلغ 1 مليار جنيه مصر فقط، حق في الملعب يعني 1 مليار ده حق 30 سنة، وليه زينة يا جماعة اللي ظلمت فيهم. أول حاجة في مسجد الله قال له تاخد الإجراءات اللازمة، والسيسي ياخد الإجراءات اللازمة فورا، ومحافظ البنك المركزي ومليار جنيه تعدي الضمير ويحولوا له على البنك بتاع الوسط، البنك الأهلي فرع الوسط باسمه، يحولوا له اسم الاسم عشان اسحب هناك واقدر مطلعك. بعد كده تاني حاجه بقى انا اخد حقي، اول حاجه ابني مسجد لله، تاني حاجه ادي للناس الغلابه المساجين، وبعد كده اشتري 60 فدان وجرز زراعي وحط ارض واعمل مشروع شغال كده واتجوز. اتجوز سماء خشاب وفي عدو وصفنات بس. مش ناوي تتجوز حتى سمر مصري كمان؟ سمر مصري بس اللي اتجوزها عشان اتجوزها على الله ورسوله عشان ما تلعبش في دينها، تقعد زي واحدة عادية يعني على ايه؟ على سنة الله ورسوله يعني تقعد معايا العمر كله يعني، بقول له سمر خشامة كنت هتتجوزيني تقعد معايا العمر كله يعني على سنة الله ورسوله. سواء في عبد كذلك برضه اتجوزها على سنة الله ورسوله، سفرانة اتجوزها على سنة الله ورسوله. يعني ايه زي ايه واحده عاديه تعمر وتخلف زي ايه واحده عاديه مع ايه ما يتجوزوش طبعا كده يعني زي ما بتتجوزوا طبعا يعني اتجوزها على سنة الله ورسوله على النزول يعني تقعد يعني ايه معايا على طول العمر كله بس ايه اخد حقي الاول من حد ما اخد حقي الاول